فجيحة إنجي خوري في بث مباشر بتنافس في سما المصري. حوالين تفاصيل الخبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن إنجي خوري وعن سما المصري. إنجي خوري انتوا عارفين ان ملابسها وطريقتها مثيرة للجدل. طلعت بقالها فترة وهي اللبس بتاعها في البث المباشر طبعا ما ينفعش ان هو يتعرض، لبس مش مؤذي جدا. يعني انت طالعه في بث مباشر او طالعه على السوشيال ميديا بلبس نفس لبس كل واحده من انجي خوري او سما المصري بيحاولوا يستعرضوا امكانياتهم الجسمانيه، يعني كل واحده بتحاول تبين هي افضل في ايه وهي احسن في ايه، وكل واحده بتستعرض انوثتها سواء إذا كانت إنجي خوري أو سما المصري. ومن الواضح أن الممثلة إنجي خوري بتحاول أن هي بتنافس دلوقتي سما المصري في عرض فيديوهات مثيرة للجدل من أجل احتلال الترند. يعني كل واحدة بتحاول تفكر تجيب مشاهدات إزاي وتحتل الترند إزاي. تداول عدد من النشطاء على السوشيال ميديا صورة من مقطع فيديو فاضح للممثلة السورية إنجي خوري ضمن مقاطع الفيديو المصورة اللي تم تسريبها. وكانت إنجي خوري في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كشفت عن علاقة حب جمعتها بالناشط اللبناني ربيع الزين، مشيرة إلى أن العلاقة دي استمرت لمدة 4 سنوات. ده كان خبرنا النهاردة عن إنجي خوري وعن الفنانة سما المصري، سواء كل واحدة لها طبعا طريقة في لبس معين وليها طريقة في استعراض مفاتنها. عايز أعرف رأيكم في التعليقات، هل ينفع أن كل واحدة تستعرض إمكانياتها الجسمانية كده على الملأ ونرجع نقول الشاب انحرف أو الشاب اتفرج أو يعني كذا حاجة؟ وكتير قوي لو سألتها وقلت لها هتقولك ايه اللي يخليه يشوفني وايه اللي يخليه يبص، طب ما انشي ايه اللي يخليه يبص وغيرك ايه اللي يخليه يبص، يبقى كده مش هيشوف اي حاجة. يبقى كده لان السوشيال ميديا بقت دلوقتي مليانة بالمناظر المثيرة للاشمئزاز. يعني احنا بنخاف على اولادنا وبنرجع نقول التربية. طيب احنا لما نلاقي اللبس ده واللبس ده وكل واحدة بتقولك لا انا مش بستعرض ولا حاجة، ده اللبس السائد او ده اللبس الجاري ومفروض البس كده، علشان كل واحدة فيهم بتفكر ازاي تجيب مشاهدات اكتر وازاي الناس يشاهدوا لها فيديوهاتها ويشوفوها اكتر وازاي تحتل الترند ما بينهم. عايز اعرف رأيكم في التعليقات، سواء انتوا مع اللبس بتاع إنجي خوري او سما المصري او طريقتهم في عرض مفاتينهم، هل ده صح من وجهة نظركم وهل دي بقت حاجة عادية ولا ده شيء غلط؟ أتمنى أعرف رأيكم في التعليقات. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس. بشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.